هلا مثل ما كلنا بنعرف الفطر هو سورس اوف بروتين، مصدر غني للبروتين واكيد العديد من الفيتامينات. نحن على طول من ما بنشجع العالم تروح هي على الطبيعه تقطف، بنفضل انه هن يروحوا على السوق ويجيبوا شيء سيف لهم تقدروا ياخذوه، اللي هو الفطر العادي اللي بينزرع. يعني مثل ما كنا بنعرف بالطبيعه في كثير انواع من الفطر، في منها اديبل، في منها بتيجي بتطلع بارازيت على الشجر بتقتل الشجر، في انواع من الفطر كمان ميديسينال، في انواع بتقتل، في انواع بتسمم. ففي عنا مئات الاف الانواع الفطر. يعني اذا بدنا نيجي نحكي عن الفطر كمان اللي ما بيعمل الفطر، يعني في عنا نحن انواع من الفطريات بتعطي فروت، وفي انواع من الفطريات بس مايسيليوم ما بتعطي الفطر. يعني نحن الكومبوست اللي بيطلع في عنا هون شيء بينفحص على السريع، هون في عنا شيء بنبعته على اللابراتوار تنتأكد من نوعية الكومبوست، لأنه نحن إذا صار في عنا مشاكل بالكومبوست بصير في عنا خسائر بألافات الدولارات. فعنا أول شغلة بنفحصها اللي هون اللي هي شيء سريع اللي هو الـPH، عنا هذا الـPH مات. هلأ في عنا هون كومبوست اللي ينزرع نزل، هي لازم تكون تقريبا 6.4. هلا بننطرها حتى اللي تمشي فيها المايسيليوم لازم تكون بهذا الحدود، يعني بين 6.5. بس توقف يعني صارت عطيت الرقم. هلا هي ديجا انا فحصتها، هي طلع شي 6.4.